قال الله تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية ثانية في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وفي سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالصدقة محمودة مشكورة ظاهرة وخفية سرا وعلانية، تنجي صاحبها من الهلكة وتدخله في قوم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزنوا، وتجعل عاقبة الدار له في الدنيا وفي الآخرة، ويكفر الله عنهم سيئاتهم ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. كل هذا موجود في الصدقة.